احنا دلوقتي برضو بنرحب بتاني ضيف لبروفيسور مجدي يعقوب، وهو الدكتور عاصم علام، رجل الأعمال المصري المقيم في لندن وعضو مجلس أمناء مركز أسوان للقلب. برضو تجمعكم علاقة قديمة. أيوه مش كده؟ أيوه أيوه. قول لي الأسرار. احنا ومجدي راح إنجلترا تقريبا، أنا رحت في نفس التوقيت، أنا رحت 68. فكان علاقتي معاه من 30 سنة نعرف بعض، وأعجبت بشخصيته من أول يوم، لأنه كان واضح أنه إنسان ناجح. التحدي عنده حكاية التحدي للظروف، ما يقعدش يشتكي ويلوم حد تاني ثقافة لوم الغير مش أيوة موجودة أيوة. عنده واللي عجبني قوي لان فيها حاجات كتيره انا عايش بيها، ف عنصر التحدي وما تلومش الغير وشوف نفسك ايه الاول. وانه ما كانش دكتور بتاع فلوس، يعني مجدي كان يقدر يبقى ملياردير، ما عملش حاجه خالص، صرف فلوس على الابحاث وعلى ده وده وده. دي سمة العلماء على فكرة، يعني أنا برضو شفت الحكاية دي في يمكن أوروبا أكتر من هنا شوية، بس يعني ما أقدرش أتهم حد هنا، لكن لما الطبيب بيبقى بيمتهن مهنة الطب هو بيشتغل بشكل تجاري ما. أيوه. لكن في طريق العلماء الموضوع مختلف تماما. مظبوط. بيبقى يعني عازف تماما عن الأرباح المادية أو كده، أو أنه يبني قلعة مادية، انما بيبني قلعه من نوع اخر، وقد ده يؤدي بيه احيانا الى شظف العيش. حلو قوي، بقول كلام كبير جدا، خلي بالك. انه يبقى ممكن يبقى مش مبسوط او يعني مش مرتاح في حياته، او لكن مش فارقه معاه خالص. وعنصر التحدي، تعرفي اللي انا اعرفه ان بروفيسور مجدي كان وهو في ثانوي كان لما يشوف دم يغمى عليه تقريبا. لا والله. شوف التحدي، تحدى نفسه ودخل الطب اللي هي اكتر دم هيشوفه. مش اكتر من كده بقى. وحكايه انه يبقى مرهق قوي ومش قادر يكمل، وبرضه حضرتك تحكي لي حاجه تانية. الحاجه الثانيه انه في كل ابحاثه اللي وصلته لنقل القلب ونقل الكليه، سوري القلب والرئتين، بعد ما شاف دكتور برنارد من ساوث افريكا ما كملش المشوار، لان المشاكل كتيره قوي بتاع النقل والجسم يطرد الحاجه الجديده والحاجه دي. ده تحدي عنيف انه يشوف ده ما نفعتش ويخش فيها يكمل فيها. طيب بصفه حضرتك، على فكره احنا اتقابلنا مع دكتور عاصم قبل كده بس انتوا مش فاكرين قوي. احنا لما استضفنا اخوه الاستاذ جلال علام وعملنا الحلقه بتاعته اللي كانت بومين جدا، والناس كلها رحبت بيه جدا ونفسها تشوفه، كان وحشهم جدا، جاء ذكر دكتور عاصم انه رجل اعمال مقيم في لندن لكنه برضه قلبه وروحه هنا وبيعمل مساهمات هنا، رغم انه بيعمل مساهمات للطب وللعلم في لندن. فاحكي لي يعني ان ناتشال كده الدور حضرتك. هو انا عندي الحمد لله مزايا، بعض المزايا اللي عند بروفيسور مجدي. انا عندي عنصر التحدي، يعني انا خرجت من مصر في ظروف صعبه لكن ما عادش اشتكي. رحت هناك وتحديت الدنيا وتحديت الحياه، واشتغلت وانا كنت سايب هنا يعني في مركز كبير في وزاره الماليه والحاجات دي. فتح عنصر التحدي مهم، ودي اللي احب اديها للشباب الجديد اللي بيقعد يشتكي وما فيش ده وما فيش ده. يعني اما ابقى مراجع اول في وزاره الماليه واروح اقبل وظيفه لحام في مصنع صفيح، ايه المانع؟ لان اللغه كانت ضعيفه، وعلى ما اكون نفسي واجيب فلوس. كان ظروف صعبه قوي او فوق الوصف، اي واحد غيري كان خلصت عليه يعني. بس حضرتك لسه عامل حاجه لطيفه جدا، انه حضرتك اتبرعت بمبنى كامل في انجلترا للبحث العلمي، وحتى جات افتتحت جلاله ملكه بريطانيا. ثم بروفيسور مجدي خد الضوء كله وفضلت قاعده بقى ايه تحكي لي حصل ايه بقى. وانا طبعا انا واحد عايش بقى لي 48 سنه في ولاء ل
للدولة اللي هي تقبلتني في ظروف صعبة وخدت حقوقي بدون معرفة أي حد في ظروف صعبة جدا. وكان في لازم يجي الوقت لما أقدر لازم أرد الجميل للبلد. يعني أنا عايش هناك بشتغل هناك بقبض من هناك ادفع ضرائب هناك، فلازم يجي وقت. كان في جامعة هال كلية الطب ابتدت وبتزيد كل سنة، يدوها مبنى حتى هنا في شكلها وحش فعايزين مبنى محترم لكلية الطب. ما كانش فيه فلوس فتبرعت بالمبنى. والحمد لله دلوقتي هو أحسن مبنى كلية طب في أي جامعة في بريطانيا. بروفيسور مجدي شافه وجه وشرفنا في افتتاحه والحاجة العظيمة جدا إن جلالة الملكة وهي عندها 91 سنة تركب القطر الملكي وتسافر ساعتين وربع احنا في الشمال عشان تحضر الافتتاح. دي حاجة عظيمة يعني. فات وفاجأ هناك بوجود بروفيسور مجدي يعقوب، خد الشو خدها بقى هو خلاص وقفت تتكلم معاه، خد الضوء كله. وقفت تتكلم. طب احكي لي بقى، طب مساهمتك ايه في بلدك الأصلية؟ ما الحمد لله اللي اقدر اعمله في مستشفى اسوان. يعني ربنا وفقني اعمل محطه توليد كهرباء هناك. برافو. وبعدين اسوان دي مش مستشفى لمصر. ده هي هتوصل بالمبنى الجديد انها تبقى من اعظم مستشفيات القلب في العالم. يعني هو اوريدي دلوقتي بتعمل فيها عمليات ما تتعملش في اي حته تانية غير عندي واحد في انجلترا حاله معينه أعرفه. بنت عندها 6 سنين بعيب خلقي في القلب. وانت عارفة قلب الطفل بيبقى حاجة كده. فكانوا جايين مصر يعملوا العملية في أسوان. وبعدين لقينا إن أحد تلامذة بروفيسور مجدي ست هولندية دكتورة جراحة كارين جت اشتغلت في انجلترا في مدينه ليدز في جامعه ليدز. راحت هي دي الوحيده اللي اتعلمت على ايده، عارف كارين فاكرها؟ لا عارف. راحت عملوا عمليه عندها ومبسوطه، البنت مبسوطه ورجعت لحالتها الطبيعيه. حاجه عظيمه جدا يعني. تعالى نطلع تقرير ونشوف ايه اللي حاصل دلوقتي في مركز القلب باسوان. انا متشكره جدا جدا على فكره، يعني مبسوطه قوي ان حضرتك شرفتني اخيرا نفس شفيتك بعد ما كنا قاعدين نرغي عنك وفي سيرتك كتير قوي مع استاذ جلال. فميرسي ان حضرتك شرفتني بصحبه الرجل العظيم بروفيسور مجدي يعقوب. تعال نشوف بقى ايه اللي حاصل في اسوان. المباني شهرتها مش بشكلها، المباني شهرتها بالقيمه اللي بتقدمها. مستشفى دكتور مجدي يعقوب للقلب مبنى بيمد ايده بكل حب عشان يساعد يشفي يقدم حلول لكل محتاج ومريض من غير تفرقة او تفاصيل، لان الكل في الاخر انسان وبس. مركز اسوان للقلب هو جزء من مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لامراض وابحاث القلب، وهدفها الكبير 3 حاجات كبار جدا: خدمة طبية متميزة، تدريب مستمر، وبحث علمي. احنا هدفنا تقديم خدمة طبية على أعلى المعايير العالمية تليق بكرامة المواطن المصري، free of charge، مجاناً بدون أي مصاري. المستشفى احنا بدأنا المركز في 2009 ب 17 دكتور و4 إداريين و3-4 تمريض، وكان توتال العاملين بالمركز حوالي 25 فرد. احنا النهاردة في 2017 آخر 2017 احنا 600 مصريين 100% بالكامل. احنا العاملين بالمركز من مختلف الحتت في جمهورية مصر العربية، يعني احنا نعتبر نموذج مصغر لجمهورية مصر العربية من كل حتة ومن كل بلد. الخط السير لأي مريض مصري بيتم إرسال أوراقه الطبية كلها على مركز أسوان للقلب بالبريد، صندوق بريد رقم 200 أسوان، أو على مركز قلب أسوان مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب في أسوان. بيتم فحص أوراق البريد كلها من خلال لجان طبية مخصصة لاستقبال هذه الأوراق وتصنيفها على 3 حاجات: البعد الجغرافي، في أولوية مطلقة لأهل الصعيد نظراً يعني قلة الخدمات الطبية المقدمة فيه. رقم 2 للإرجنسي، الحالات الحرجة، في حالات ما بتستحملش 21 يوم من الولادة لازم تكون عاملة الجراحة. رقم 3 الحالات اللي ما بتتعملش في أي مكان غير في مركز أسوان للقلب. بيتم تصنيف الأوراق وبنتصل بالمريض نديله المعدل.
من برضو أكبر الحاجات اللي بنسمعها دايماً إن المستشفى هي خاصة بالأطفال، لا هي مستشفى خاصة بأمراض القلب للكبار والأطفال. أكتر من 60% من حالاتنا الجراحية فعلاً هي موجهة للأطفال، لكن أكتر من 60% من حالاتنا القسطرة هي موجهة للكبار، فهي بتخدم جميع الأعمار من الكبير للصغير. دكتور مجدي موجود، بتبقى حاجة ظريفة جداً يعني، لكن قوة المكان إن حتى الفترة اللي الدكتور مجدي مش موجود فيها هو المكان بيعمل بفريق قوي متماسك، عارف هو بيعمل إيه وعارف خطة بتاعته إيه وعارف الـ next step إيه.